مبدئيا عملنا القالب هذا وجربنا عليه والحمد لله الفكره نجحت. فان شاء الله ناويين نعمل قوالب ثانيه لقوارب ثانيه تكاد تضاهي الفيبر في جودتها، لا بتنكسر ولا بتصدي، وحتى لو صار فيها اي عطل صيانتها يعني تكون زايده بالنسبه للصيادين. حاسكة الفيبر، الفيبر له من 2007 مقطوع، وحاسكات الفيبر اليوم تكاد تكون معدومة يعني فيش فيبر. ليس بفيبر الجلاس لأنه حاسك البلاستيك أوفر أجراً من الفيبر، بتأدي الواجب يعني وبزيادة الحمد لله، ماديا رخيصة بالنسبة للصياد الوضع تعبان، والحمد لله رب العالمين. وهي أولادنا بصرحوا عليه وبروحوا وبيجوا وبصروا بيوتنا، بيعملوا لهم الحق يعني 50 شيكل 30 شيكل 20 شيكل اللي بعد غرض البيت والحمد لله.